ازيكم يا بنات، واهلا بيكم تاني في القناه. انا نوش، والنهارده عندنا ميك اب لوك للعيد تقدروا تحطوه وانتوا رايحين عزومات او خروجات او مناسبات او اي مناسبه تانية. زي ما انتوا شايفين الاي شادو مش دراماتيك قوي، حاجه هاديه، ومعتمدين على الليبستيك ان هو عامل كل الشغل، هو والرموش والايلاينر. فلو عايزين تعرفوا ازاي عملت الميك اب لوك دوت كملوا الفيديو للاخر، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. يلا بينا نبدا. اول حاجه هبدا بوشي يكون نظيف، وبعدين هحط سيرم النهار من نمبر 7 وهحطه على وشي كله بطريقه الطبطبه، وبعدين هحط كريم العين من بوتانيكس، وبرضه هحطه بطريقه الطبطبه بس برينج فينجر او الصباع اللي بنحط فيه الدبله، علشان ده اكتر صباع خفيف على العين. واخر حاجه هحط مرطب وكمان كريم النهار من نمبر 7. الكريمات وكمان السيروم بيجهزوا البشره ان احنا نحط عليها الفاونديشن، وكمان بيدوا فينش حلو للفاونديشن. وبعدين هرطب شفايفي بمرطب ميبيلين بيبي ليبس، وبعدين هستخدم كونسيلر ميبيلين وهحطه بس على المناطق اللي فيها التصبغات اللي حوالين مناخيري، علشان يدي كفرج احسن تحت الفاونديشن. وبعدين هدمجه بالبيوتي بلندر، هتكون طبعا مبلولة ومعصورة كويس. وبعدين هحط الفاونديشن بتاعي لانكوم، وبرضو همركزه اكتر حاجة على المناطق اللي فيها تصبغات، وبالبيوتي بلندر هوزعه على وشي كله. اخر حاجة هحط كونسيلر نيكد من اربن ديكاي، ودوت اللوني او افتح مني بدرجة، وهنور بيه المناطق وكمان عشان يدي كفرج، وهعمله بلند بالبيوتي بلندر. وبعدين هثبت الفاونديشن والكونسيلر بترانسلوسنت باودر من كريلان، وبعدين هستخدم كومباكت باودر في لون من فلورمار، وهركزه على المناطق برضو اللي عايزه انورها. دلوقتي هرسم حواجبي بباودر كاترس. لو عايزين تعرفوا طريقه رسم الحواجب تقدروا تدوسوا على اللينك اللي هيظهر فوق على الشاشه. ودلوقتي هنبدأ بالآي شادو، وهستخدم ماي فيفوريت باليت من ميت مات ذا بالم، وهاخد الفرشة الفلات ديت وهاخد بيها اللون الأبيض وهحطه على الجفن كله، وهركز أكتر حاجة على الانر كورنر أو الكورنر اللي جواه من العين. وبعدين هاخد بلندنج براش وهاخد بيها اللون ده وهحطه على كسرة العين وهدمجه كويس. بعدين هاخد اللون البني دوت وهحطه على الاوتر كورنر او كورنر العين من بره، وهدمجه كويس بفرشة الدمج. دلوقتي هاخد تاني اللون اللي حطيناه في كسرة العين وهحطه في العين من تحت، وهنزله على قد ما اقدر. وبعدين بفرشة اصغر هاخد اللون البني اللي حطيناه في الاوتر كورنر وهحطه جنب خط الرموش اللي تحت، وهرجع اكد تاني باللون الابيض جوه الانر كورنر لو خف من البلندنج. وكمان هحط من اللون الابيض تحت عظمة الحاجب علشان يدي لوك انضف. ودلوقتي هاخد كحل ابيض وهحطه جوه العين علشان تبان اوسع، وهرسم الايلاينر بايلاينر محمود سعيد، وهستخدم كسرة الرموش علشان ترفع الرموش، وبعدين هنركب رموش ريد شيري رقمهم DW، وهستخدم لزق الرموش دو. ولو عايزين تعرفوا طريقة تركيب الرموش الصحيحة تقدروا تدوسوا على اللينك اللي هيظهر فوق. وهستخدم ماسكارة فلورمار علشان نشيل لون الباودر اللي على الرموش، وكمان نحط على الرموش اللي تحت. هستخدم بلاشر ذا بالم لونه موف بينكش كده، وبعدين هحط الهايلايتر بماي فيفوريت ميري لو من ذا بالم، وهحطها على عظمة الخد وعلى المناخير وعلى الدقن. ودلوقتي هحط الليكويد ليبستيك من فلورمار لونه احمر مات. واخيرا وليس اخرا هستخدم فيكس سبراي للميك اب علشان يثبت الميك اب ويشيل الباودر الزياده ويدي فينش حلوه للفاونديشن والباودر. وبكده نكون خلصنا فيديو ميك اب لوك العيد. يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب في القناه وتدوسوا على علامه الجرس علشان يوصل لكم نوتيفيكيشنز او اشعار كل ما ننزل فيديو جديد على القناه، عشان تكونوا اول ناس تشوفوه. ولو حابين تشوفوا اي فيديوهات تانية سيبولنا طلباتكم تحت في الكومنتس، وان شاء الله هنقراها وان شاء الله هنعملها very soon.
واخر حاجه تقدروا تتابعوا كل اخبارنا واخبار القناه على صفحتنا على الفيسبوك والانستغرام وتويتر وكمان على سناب شات. كل الاكونتات هتلاقوها تحت في الديسكريبشن بوكس، وكمان هتلاقوا كل الادوات اللي استخدمتها النهارده كمان في الديسكريبشن بوكس. واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.